عندما تطورت الأحداث واختار الشعب خيار التغيير، انحازت قواتنا إلى خيار الشعب لتصبح شريك أساسي في التغيير، وعملت منذ حينها على حماية وتأمين الشعب والثوار. في الآونة الأخيرة أصبحت هناك حملة منظمة تستهدف قواتنا في الدعم السريع غير مسببة، سوى من الواضح أن هناك مجموعة وسط الثوار حادوا بالثورة عن سلميتها، وأصبح أولئك في تقديرنا مهدد للثوار قبل القوات النظامية التي قامت باحتضان الثوار بميدان الاعتصام الحالي. بالأمس راح ضحية التفلت في ميدان الاعتصام عدد من الأبرياء، من بينهم إحدى نساء بلادي، واليوم تم تهشيم زجاج أكثر من 40 سيارة، ونهبت تلفونات وأموال المارة من المواطنين، وتم التعرض لضباط وأفراد القوات النظامية بشارع النيل، بل تعدى الأمر أكثر من ذلك، حيث تم الاستيلاء على عربة لاند كروزر تتبع لقواتنا كانت في مهمة إدارية غير مسلحة، بعد ضرب الضابط وسائق المركبة وإصابتهم إصابات بليغة. كان مقدور قواتنا منع ما حدث واسترداد المركبة إلا أنها لم تلجأ إلى ذلك، احتراما لسيادة حكم القانون وانطلاقا من مبادئها وأهدافها التي تدعو إلى مكارم الإخلاق والتحلي بالقيم الفاضلة وتمسكا بمبدأ السلمية التي قامت وارتكزت عليها الثورة من خلال تاريخ قواتنا الناصع الذي يعلمه الشعب السوداني. لم يحدث أن تم الاستيلاء على إحدى مركباتنا بميادين المعارك، ناهيك أن يتم الاستيلاء عليها في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة. لقد ظلت قواتنا تتحمل الكثير من الاستجاس والتحرش وتتحلى بالصبر والحكمة درءا للفتنة وحرصا على تحقيق أهداف الثورة. لكل ما تقدم نعتقد تماما أن ميدان الاعتصام قد أصبح وكرا للجريمة بكل أشكالها، وأضحى غير آمنا ويشكل خطرا على الثورة والثوار، ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني. أزاء هذا الموقف سنعمل نحن في قوات الدعم السريع بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى والجهات الأمنية المنوط بها تأمين سلامة الوطن والمواطن على اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة للمنع وحسم مثل هذه التصرفات والانتهاكات التي قد تقود البلاد إلى فتنة وإلى منزلق خطير.